انه مشلوخ يا اسطى. طب ندير على القسطه البراد حالا. القسطه بدري، مش لما نفطاره؟ حليني بقى على بال ما يجي المحروس ابنك ويجيب الفول. وماله الفول يا عزيزه؟ ده دي ما انت فايقنا كل يوم بالفول بتاعك ده ومش قادرين نتكلم. ليه؟ ناقصك حاجه؟ جعانه؟ عريانه؟ في حرمه في الحته متمتعه زي ما انت متمتعه؟ اسطر، النبي ما تحكم على حد يبقى زيي. شايفني متصيغه من شوشه الكعب رجليا زي امينه مرات ابو احمد، ولا شايفني لابسه الشوال والتيور زي نعيمه بنت مقنعه؟ عيني عليا وعلى بخت الزفر. وبعدين معاكي اوي ازاي؟ انا ما نقدرش نشوفوكي بتعيطي، قلبي بيتقطع. صبرت كتير ونلت قليل، من ابن الا المرمطه والشقه. مهنياك ومريحاك وعامله لك خدامه انت وابنك، خدت ايه؟ بس يا وزه، انا دمعتي قريبه. ما تغنيش عليا يا اسطى، انا ما بناكلش من الكلام ده. ده مش مغنى وغلاوتك عندي، انا بس كنت مستني الفرج لما يجي، والحمد لله الفرج جاي كتير، جاي على مرماح. طب ما تفرحني يا اسطى، ايه الحكايه؟ انا هنترقوا كوماندا. لا يا شيخ. وحياه الشيخ. طب امتى يا اخويا؟ خلاص كل هاتم قريب، هناخده بطرح لوسطى محمد الله يرحمه ويحسن اليه. تعيش. وهنزيده 7 جنيه في الشهر وهنجيبوا لك كل طلباتك. وانا هنبقى مرات الكوماندا. على سن ورمح. اما نمشوا بقى. الله، مش هتفطر. اصل الولد اتاخر بالفول. وبعدين بقى وز. انا مش وز. امال ايه؟ انا كوماندا على الكوماندا. ماشي. بعدين اتاخروا عن الشغل. اللهم لك الحمد والشكر. خد يا امينه، هات لنا وقتين سمك وحبش لنا عشوه كويسه. حاضر. ما يلزمكيش حاجه يا اما. تسلم يا ابني، اما نعوزوا حاجه يا ضنايا نبقوا نطلبوها من السيد. يا سلام يا اسطى جد. يا فتاح يا عليم، هم مش هيبطلوا اذيه في الولا؟ يا حيتان يا فتاح، يا راجل حرام عليك، هتموت الولا. ده ولا ده بقى الفول اللي كنا هنفطروا بيه. تعالي صغير ما بيفهمش حاجه، حرام عليك. تعالي يا ابني، تعالي. خلي بالك، محدش هيتلف الولا ده غيرك انت واميره. الولا هيخيب من الدلع اللي بدلعه له ده. خلي في قلبك رحمه، العيال دي احباب الله. يا شيخ بلا كلام فارغ، ده انت ربنا يحبك انك ما خلفتش. نحمدوه على كل حال. معلش يا حبيبي، انا هندي لك قرش من معايا. مينا، معكيش قرش فكه؟ معايا يا ضنايا. خدي. حنينة قوي وقلبك فيه الخير، بس يا خسارة حنية الوز. مينا اسمع اما اقول لك، هو انت هتطلعي فيا ولا ايه؟ هو انا قدك؟ هو انا حملك؟ ده انا واحدة عيانة وتعبانة وعندي ضغط. خدي حبيبي. يا خد عدوك يا خالتي. خدك ربنا انت وخالتك. صباح الخير يا نين. يسعد صباحك يا ضنايا. اخويا نزل من شوية يا اختي بالسلامة. ايه، مش هنفطر ولا ايه؟ ما انت امينة مش فاضيالنا، عمالة تهشتك في اسم النبي حارس وسيمونية. حاضر يا اختي، دلوقتي حضر لك الفطار.
اجري يا منير هات الفول احسن بعدين مرات ابوك تقلق عليك. حاضر. يا عيني عليا ارتاط اللب بخلط والضغط ما بيخلصش. يلا يا رجاله قلعوا الشوط. شوط ايه اللي قلعوه؟ المكنه عطلانه ومش هنقدر نفرغ الحموله. هو ما فيش هنا ريس ولا ايه؟ ازاي ما فيش ريس يا ورد؟ امال انا هنا بنعمل ايه؟ طرطور؟ ما قلناش كده يا استاذ، انما في اصول. امال مالك صبح تبرطم ليه؟ لا بنبرطم ولا حاجه، اعملوا اللي تعملوه. اسمع يا بحر. اه يا استاذ. اطلع مع اورن يشوف لازمه ايه. حاضر من عناية. حلاوتك حلاوتك يا اسطى لايقه عليك المرياسه قوي. مالي انا؟ بس ناقصك حاجه واحده يا اسطى. ايه هي؟ مساعد زي يمشيلك الشغل زي الساعه. اتقل انا لما تبقى رسمي. ومين هياخدها غيرك؟ اقول لك على سر بيني وبينك. قول. التحقيق بتاع الاسطى محمد. ماله؟ حفظ. مسكين الفاتحه على روحه. الفاتحه يا اسطى. الونش اشتغلت. ما تبقاش تعقد لنا الدنيا بقى وخلي بالك طويل. والله ابو احمد انا روحي بقت في مناخيري. ليه؟ مش عارف. عايز نمسك اي واحد من زمارة رقبته وندوس عليه لحد ما يخلص. يا ساتر يا رب. مفيش حد مزعلك تخلصوك منه؟ يا راجل توب بقى، عاوز ترجع السجن تاني؟ وماله؟ السجن احسن 100 مرة من العيشة الزحل دي. مفيش حد مرتاح يا اوراني. واللي على الدنيا بيقاسه ممكن. انت راخر شايل الهم ابو احمد. اهو كل واحد معاه اللي مكفيه. طب انا هنطق علشان العالم الزلط اللي مفيش في قلبه رحمه. الولية قانتها 15 سنة رمتني في السجن وراحت اتجوزت واحد تاني. لكن انت والله الحمد معاك واحدة ست تتتقل بالدهب. ايوه يا اوراني، بس يا خسارة الحلو ما بيكملش. عشان حكاية الخلفة يعني؟ والله يزيد ربنا رحمك. يعني انا عيالي عملوا ليه؟ ما هو كل واحد في ناحيه وسايبين نتلطم على اللي يسوى واللي ما يسواش. حكمتك يا رب. نعيمة! نعيمة! يا نعيمة! نعيمة! هي نعيمة فين يا نيل؟ راحت تشقر على اختها يا يعني كانت بتضحك علي بعد ما اتفقت معايا انها هتساعدني في الغسيل. اهو دلوقتي لا هنلحقوا نغسل ولا نطبخ، وابو احمد زمانه جاي. وانت ما تغسليش ليه؟ على قدتي نقش الحنه تبدي علينا. اما كنا قد كنا بنغسل ونطبخ ونسيق ونربي ولادنا كمان. وانت يا حسره لا معاكي عيل ولا تيل. ما بلاش هنا الكلام اللي يوجع ده. انت هتتشبلقي بيا ولا ايه؟ هو انا قدك؟ هو انا حملك؟ كبدي عليا عيانة وعدمانة وندمانة وعندي ضغط دم. مين؟ يا ساتر. اتفضل. السلام عليكم. اهلا اهلا بريحة الحبايب. اهلا بيك يا امينة. امينة. نعم يا نيل. تعالى يا ضنايا كلمي ابن خالتك. عن اذنك يا ابني عشان الضغط عامل لي وش في وداني. اتفضلي. اهلا اهلا. اهلا امينه، ازاي حالك؟ تسلم وتعيش. وزي خالتك؟ بتسلم عليكي. انا جبت لكم السمنه اهو، اصل خالتك تعبانه شويه ما قدرتش تيجي. هي تعبانه ولا دي حجه علشان تيجي وتشوف نعيمه؟ وبعدين بقى يا امينه لازم تكشفي الجو. هي فين امال؟ طب اقعد اقعد على بال ما ترجع. هي خرجت؟ راحت عند اختها وزمانها جايه. اه. انا هنكلم ابو احمد علشان نخلصوا الحكايه. لا 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 ما تستعجليش. طب مستني الامتى؟
أصلاني شايف نعيمة كده زي اللي يكون ملهاش غرض. لا أبدا، دي نعيمة بنت حلال عاقلة وكاملة وما تلاقيش أختها أبدا. صحيح يا رمزي؟ اخص عليكي، أنت مش واثقة فيا. طيب أنا مخاصمك. أنت زعلت مني يا رمزي؟ أيوة، صلحيني بقى. كل حاجة وعدتني بيها؟ ايه اللي فاكر كل حاجة؟ طبعا الفيلا والعربية وشهر العسل اللي في اوروبا. يا سلام، انسى ازاي؟ يا دي تيجي يا حبيبي يا رمزي. يا حبيبتي الا هي الساعة كام دلوقت؟ ايوه ده انا اتأخرت قوي. انا برضو بقول كده يا حبيبتي. إيه طيب نسيبوك بقى. مع السلامة يا حبيبتي، ولو انك ماشية واخدة قلبي معاكي. طب ما قلتليش نشوفوك امتى؟ ايوه ضروري تشوفيني. ابقي اتصلي بيا بالتليفون. اه مع السلامه انت يا روحي لحسن تتاخري. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. نكلموك امتى؟ في اي وقت يا عجبك. مع السلامه. مع السلامه. اهلا يا روحي. اهلا اهلا. ما قدرتش اتصل بيكي، اصل كان عندي ضيف دمه تقيل قوي يا دوبك لسه خالص منه دلوقتي. اه طبعا زحلقته. انا مستنيكي على نار 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 يا حبيبي نار. اياك الصابون يعجبك. حلو من وشك يا سقاف. عبدو خلي بالك من محل عبد الماجد. مساء الخير يا نعيم. مساء الخير. عاوز حاجة؟ سلامتك. أنا كنت عايز أقولك إن أنا وديت لكم السمن النهاردة. سمن؟ ما يخصنيش. حاجة تاني؟ أيوه. كان بدي نكلمك في موضوع كده بس. مش فاضية لك يا سقاف. طيب يا نعيم، اللي يصبر ينول. دستور يا سيادي دستور. طردوا عنها وحياة رأوس البخور. أمينة بنت بهية. الدوعة الذرية والعيال بالمية. دستور يا سيدي دستور. اللهم صل على كامل سعدية. لا انت مش كنتي عندها؟ اه دي بتسلم عليك كتير قوي. يسلمك ويسلمها. اسمعي يا نعيم، يصح ان انا تعمل فيا كده؟ عملت فيكي ايه؟ حطالي الشبشب بالمقلوب قدام الباب علشان يجي. شبشبيه يا شابه اللي هقلبهولك. هو انا فايقالك تبدي عليا؟ ده انا عيانه وتعبانه وعندك ضغط. عارفه يا نين. طب لما انت عارفه ما تحلي عني بقى. طيب اتأخرت كده ليه يا نعيم؟ ايوه يا نينا، ما انت عارفه انه لازم يدرس. يدرس ايه وينيل ايه؟ ايه الكلام المايس بتاع بنات الايام دي؟ لو عرف اخوك هينكد علينا عيشتنا. اكتر من كده نكد تبقى عيشه منحوسه. حر يا محبوسه. دستور يا سيادي دستور. ترضوا عنها وحياه رأوس البخور. امينه بنت بهيه. الدوعه الذريه والعيال بالميه. دستور يا سيادي دستور. اللهم صل على كامل النور. طوبة على طوبة، خلي العركة منصوبة. أنا يا ستي أهو حطيت لك الحجاب هنا ويجعله السيدة إن شاء الله. شوف يا ستي، أنت تخلي ده العرب أحمد يخطي من عليه السبع مرات، بس يمكن ما يرضاش. يا أختي هو أنت هتقولي له؟ لا، ده لازم يخطي من عليه من غير ما يعرف. وبعدين يا ستي. وبعدين إيه تاني؟ آه ده أنا لازم أقول لك في ودنك. تعالي يا أم أقول لك. امال ايه؟ اللهم صل على كامل النور. دستور دستور. ارضوا عن امينه بنت بهيه وادوها الذريه والاولاد بالميه. دستور دستور دستور. الله، انت هتنام عندك ولا ايه؟ لا هريح هنا شويه لغايه ما تخلص اللي في ايدك. طب مش تقوم تعلق البدله دي؟ ما تعلقيها انت. ايوه عليك يا ابو احمد، مش شايف ايدي مشغوله؟ انت ما بتعملش حاجه. قوم يا شيخ والنبي علقها. حاضر.
واحد اثنين. ابو احمد والنبي يا ولدي مرجان هتعملي بيها ايه؟ هقلك لها الفستان. حاضر اتفضلي يا ستي. ادي مرجانة يا ستي. ثلاثة. ايه؟ ثلاثة بالله العظيم ما هي مرجانة، دي فرحان. امال فين مرجانة؟ البيضة اللي على الجنب. حاضر. أربعة. اتفضلي يا ستي. خمسة. ايه؟ خمسة وخمسة في عيني لما يصلي على النبي، روح قلبي يا حلوة يا ستة يا حلوة يا ستة. أبو أحمد. التاني. ناولني والنبي المقص عايزة أقص لها شعرها. فين حتة المقص ده؟ تحت دماغك. مفيش مقصات. قص عليك يا أبو أحمد. سيبونا بقى. أي أي يعني يا جنبي أي. آي يعني يا ماما. مالك يا أمينة؟ يا جنبي يعني يا ماما. سلامتك يا أمينة. سبعت ليه؟ أنت على فات فات وبديل وسام على فات. والدبة وقعت كتير وصاحبها واحد خنزير. نظرة يا أبو العباس. يا رب عوض علينا عوض الصالح يا رب. يا رب. السلام عليكم. يا سلام يا أمينة لو ربنا يستجاب دعواتنا ويرزقنا بعيل صغير. ربك كريم، كراماته للمحرومين واسعة. بركاتك يا سيدنا الشيخ، بركاتك. باين عليك مسكين والرب بكرة يعين، لكن هتقصد مين؟ 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 مين يا سيدنا الشيخ؟ ستك وتجراسك، شيختك ومن ناسي، حميدة، سرها باتع وقولها قاطع ومكشوف عنها الحجاب. ودي بيتها فين يا سيدنا الشيخ؟ الكل يعلم والرب أعلم، واللي سأل عمره متاه. مدد! هاي! الشيخة مبروكة وقتها طايلة. طب ده انا بعد حرتي 13 سنة ما حبستش الا على ايد. قالوا لنا يا اختي على سرها البتع. قالوا لنا عقبال مرات يا رب ما تحبل ولو في عيل واحد. دستتين شمع يا ابو العباس. اطمن والنبي ما انت خارج من هنا الا وهي حامل. هاي تعبت وشقيتي ورحت وجيتي، نارك يا كبد ايدة ولا فايدة ولا عايدة. تمام يا سلام. تمام يا ست الشيخ. اطمني الاسياد عنك راضيين وزمانهم في السكه جايين. هاتي ايدك وقوم اما بخرك يا اختي. قومي قومي عشان اهل السماح يعرفوا ان ما معكيش سلاح. يا لهوي ايه ده يا ست الشيخ؟ ابوح يا ابوح كلب العرب مذبوح. خلنجان بتنجان الحقونا يا ملوك الجان. اوعي كده يا لهوي. ده راجل ابو احمد. يا ابو احمد الحقني يا ابو احمد. يا راجل يا ابو احمد عندك لحسن اسد يأذوك. يأذوني؟ اوعى معلش. حبيبتي ما تتأذيش. مش قادرة يا خالتي، مش قادرة نستحمل أكتر من كده. الولية لسانها ما بيسكتش أبدا. مستقوية ربنا يهدها. ليل ونهار بتنغص في عيشتي وبتعيرني بقلة الخير. معلش يا بنتي، المفتري عليه ربنا. يعني هو كان بإيدي؟ أنا ما خليتش شيخ لما زورته، وما خليتش وصفة لما عملت. يا أختي يا أمينة يا بنتي، ده أنت على نياتك قوي. أنت برضه بتستعقدي في الحاجات دي. ما هو الغرقان بيتشعلق في الهيشة. يعني كنت هعمل ايه؟ تعملي ايه؟ تروحي يا بنتي للحكيم. حكيم؟ امال هو اللي يعرف اذا كان العيب منك ولا منه. ما انا برضو قلت لبحت، وبعدين قال لي مراتي ما تتكشفش على حكم. حكم ده لا يرحمه ولا يخلي رحمه ربنا تنزل. وانت ليه ما رحتش من غير هو ما يعرف؟ اقل تطمني على روحك وتخرسي الوليه حماتك وتقطعي لسانها. انوي بس انوي انوي وانا اروح معاكي. ولا من شاف ولا من دري. يلا يا ماما بنروح انا السوق. حاضر يا حبيبتي هنروحها.
خير يا دكتور؟ خير يا ست. الست محتاجه العمليه صغيره. عمليه ايه يا دكتور؟ لا دي حاجه بسيطه قوي، وبعد كده ممكن انك تخلفي. والعمليه دي خطره؟ لا مش خطره ابدا، ده احنا حتى هنبقى نعملها هنا في العياده ومش هتاخد وقت كبير. نعملوها يا خالتي، نعملوا العمليه. يا ما انت كريم يا رب، ربنا يبشرك بالخير يا دكتور. يلا بينا يا امينه عشان نبشره باحمد وتحط صباعك في عين امه. يلا يا اختي عن اذنك يا دكتور. معك. نهارك سعيد. يا اخويا ما تنقي فين من العيد. لسه طازه، لسه جايين من دلوقتي. ابو احمد رجع يا اختي، خضتيني ومتسربعه كده على ايه؟ اه فوق عند الاسطى جار حكم. بنج جهار، شوفي مين بيخبط يا عزيزه. العب جهار جهار اهو. شوفي مين يا عزيزه. الله مريم. اهلا امين. اهلا بيكي. ابو احمد هنا؟ هي امين. انا عايزاك. طب استنى لما اخلص العشاء. لا والنبي انا مستعجله قوي. ليه؟ خير؟ خير، بس عايزاك في كلمتين بيني وبينك. طب ما تتفضلوا في اوضه النوم عشان تاخدوا حريتكم اكتر. طب اوعى تحرك الاشرطه. ما تخافش بالامان. الله الله، مالك يا امينة؟ احنا في بيت ناس عالي. انا جاية مبشرك، انا كنت عند الحكيم وقال لي خلاص هنخلف. صحيح. وحياة ابعد. لكن ده ربنا عنده كتير يا بحر، هيعوض صبرنا خير. ورحت للحكيم ازاي من غير ما نعرفه؟ انت زعلت؟ انا سبق ونبهت عليك ما تروحيش لحكمة. انا كنت عايزة افرحك. طب ده قال لي ده عملية صغيرة ونخلفه على طول. ده كلام حكمة، انا ما مصدقوش. نجربوا العملية دي كمان. ما بنعملش عمليات. لو كان ربنا راهب كان ادانا من زمان. انا عارف كل حاجة. ما انتش هتخلفي ابدا، ما انتش هتخلفي. اتفضلي اتفضلي انزلي تحت. مقهوره ليه؟ اقعد نكمله العشاء. ماليش مزاج يا استجد. انا نعدلوا لك مزاجك حالا. يا عزيزه اعمل لنا كوبايتين شاي بالنعناع. انا ما نقدرش نشوفك متكدر ابدا. خير؟ سلامتك يا استجد، اصل اتطورت عليها بكلمتين. سببه ايه؟ اصلها يا سيدي راحت للحكيم وعاوزه تعمل عمليه علشان تخلف. ودي حاجه تزعل يا ابو احمد؟ ده احنا لازم نحمد ربنا ان هينولك بعد ما صبرت المده دي كلها. يا استجد اصلك مش واخد بالك، الحكايه مش بالسهل. امال؟ اصل قول فضفض عن نفسك، داني اخوك حبيبك. اصل عيب مني اني. يا راجل يا راجل استعيذ بالله وما تقولش كده. امال؟ انا عارف يا استجد، قعدت مع مراتي الاولانيه الله يرحمها 3 سنين ما خلفتش، واديني بقالي مع امينه 2 سنين وبرضه ما خلفتش، يبقى العيب من مين؟ دي حاجه مش عاوزه ياما ارحميني. لا حول الله، برضه مش لازم نيأسوا من رحمه ربنا، ده ربنا فضله واسع. انا مش صعبان عليا الا امينه، هي اللي عماله تقاسي، وامي متهيئ لها ان العيب منها. روق روق. فين الشاي يا عزيزه؟ تعب. استجاد باش مهندس عاوزك. متعرفش عايزني ليه؟ ده يعني ما انتش عارف. يا ولا اول ما تبقاش لامم ترى ايه جات لك يا ريف؟ هتبقى انت الكبير على الاسطوات كلهم. يا ولا اقول كلام غير ده؟ ده انا شايف جواب الترقيه بعيني دول. قلت ايه بقى؟ هتديني الحلاوه ولا هتاكلها عليا؟ انا ما نتاخروش عنك ابدا. طب عارف بقى حلاوتي ايه؟ قول. تخليني المساعد بتاعك، تبقى انت الكوماندا الكبير وانا الكوماندا الصغير. ماشي كلام، بس اوعى تضحك عليا وتعمل ابو احمد المساعد بتاعك، عشان انت عارف انا نقدر على زعلك يا مرزوق. يا واد يا مرزوق يا ابك بغام يا حدق.
تعال يا استجاب. انا في الخدمه. انا بعت لك انت وابو احمد عشان انتوا الاثنين من اكفى واقدم العمال اللي عندنا. تعيش يا فندم. متشكر. مجلس اداره الشركه قرر ترقيه واحد بدل المرحوم الاسطى محمد. عاوزك بقى تسلم العهده اللي عندك لابو احمد عشان هو اللي اختاره مجلس الاداره. انت صحيح اقدم من ابو احمد لكن المجلس شاف ان هو احق لان معاه دبلوم صنايع. مبروك على اذنكم. مبروك ابو احمد. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي بالحضن. عقبال ما نفرح بخلفك. في حياتك يا معلم جاد. اشرب بالهنا. اشرب يا اسف. بس تمر حنة يا زهرة حلوة من الجنة يا عطور في الرحام من منازل مش انا برود الحب لمتون اخوك خانونا الحبايب وبعدهم بالعهود عنا يا عنب عابوا فينا الحبايب واحنا لما عبنا لو كان غيرنا حالي واحنا اللي مررنا انتوا بيهون عليكم واحنا الله يصبرنا. ويا المجان عشان نبينا
هيكون عندك وعندي. ما كانش يتعاد يا حبيبي. مالك بترد كده وانت الكلدمه يا ست مقنعه؟ ده انا وانا منك الدنيا ما تعنيش. وحفره على ايه يا حسره؟ اهو كل يوم والتاني ترقيه وزواده ماهيه وفلوسه رايحه فين؟ عالسحر والشبشابه واللحجبه. كانتش تتجدعن بسلامتها وبدل الهم التقيل ده تجيب لنا حته عيل يملى علينا البيت؟ وده الافراح يا ابو احمد. مع السلامه. عقبال ما تبقى ابطال يا ابو احمد. يقول لك دايما في المسرات يا ابو احمد. متشكرين يا اورن. عيشت اخويا عيشت. متشكرين يا استاذ. انت قمت بالواجب وزياده شويه. غيرك سابق يا اسطى. عقبال ما نفرح باولادك يا ابو احمد. عقبال ما نفرح بيك انت يا قاسم. يا ابو احمد انا والله قول يا قاسم. كان بدي نقول لك كلمتين. طب نستأذن احنا يا ابو احمد. نكمل لكم في الافراح. مع السلامه يا استاذ. تصبح على خير. تصبح على خير يا قاسم. مع السلامه يا استاذ. انا تحت امرك يا قاسم. تعيش. أني كنت عايز نقصدك في طلب بس على الله ما تكسفنيش. رقبت يا قاسم. تسلم. أني طالب القرب منك يا أبو أحمد. مرحبا بك. قصدك نعيمة؟ أيوه. يا سلام. بس كده؟ ده إحنا سيدنا شرف. يعني موافق؟ أيوه. ودي عاوزة كلام. كلنا تحت أمرك ونعيمة خدامتك. ده أنا اللي هكون خدامها. مبروك يا قاسم. الله يبارك فيك يا أبو أحمد. لا لا بعدين بقى بعدين. مع السلامة. تصبح على خير يا أبو أحمد. مع السلامة يا أخويا. يا دي الوقت اللي اتوكتناها من بدري. هنود وشنا فين من الناس بعد ما قلنا لهم اني هنبقى مرات الكوماندا؟ طب احمد يبقى كوماندا عليك؟ يا خيبتك من دون الرجاله. ما تتنحرر يا سابعي ولا بس قاعد تاكل في قطه محلوله وتؤمن على جنبك اليمين تنام على جنبك الشمال. ما ترد بلبحت ايه النهارده؟ يعني كنت عايزاني نعملوا ايه؟ نروح نتمسحوا في العتاب ونبوس ودين المهندس زي ما عمل ابو احمد؟ انا مش ممكن نعمله حاجه زي دي. الراجل عندي شرف عندي كرامة. اتلحي اتوكس اغرق في 60 مجور نيل. دول ما يتعشوش كان لازم نسكن بعيد عنهم. يا خبر ما تقولش كده. دول ما لهمش حد غيرك. انا كمان ما اقدرش اتحمل اشوف اهانتك بعيني واسمع شتمتك بودني. معلش انا نتحمل. هما برضو معذورين. امك نفسها تشوف لك عيل. ابو احمد انا فايقه عليك النبي تتجوز. ما انا متجوز يا امينه. لا تتجوز واحده غيري يمكن ربنا يعوض عليك منها. ما تقوليش كده يا امينه. ده انت عندي بالدنيا كلها. ربنا ما يحرمنيش منك يا ابو احمد.
سرح فيه. ها؟ دلمتك. وانا تتهان. طب ارفع الاواديس شوية. احسن متحاشى في الارض. امرك. نعيم انت خارجة ولا ايه؟ ايوه هنخرج. في مانع؟ لا يا اختي مفيش مانع، بس في يمين هيقع. ما يقع. وابو احمد مش عارف انك ما تخرجي الا باذنه. والنبي ايه؟ سلامات يا ابو احمد. اوعي من وش. انت عايزه توقعي من الطلاق؟ عايزه تخري عليا؟ بقول لك اوعي من وش. ما انتش خارجه. هخرج غصب عنك. اوعي اوعي. بقول لك ايه؟ والله انت اوعي. كل خير. مبروك الست حامل. حامل؟ ده انا بوسك يا حلاوتك. امينه 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 امينه. فين امينه؟ امينه امينه امينه. صح الكلام اللي سمعته؟ ابو احمد يا ريت يا ريت يا امينه يا ريت. امينه انت حامل بجد؟ ما بترديش ليه؟ فرحيني فرحيني يا امينه فرحيني يا امينه فرحيني. ايوه يا بابا. يا ود الله يا ود الله يا حلاوتك يا امينه. لا لا استنى ما تتحركيش. مش خالص على مهلك. الله يا ما انت كريم يا رب. امينه حامل يا ام امينه حامل. بقول لك اتزحلق. استنى يا راجل امشي مالناش دعوه. امشي من النهارده. انا اللي هنطبخ وانا اللي هنغسل وانا اللي هنسيق المطرح ونقوم بشغل البيت كله. يا ما انت كريم يا رب تيجي على اهون سبب. ايه قلت ايه بقى؟ هتجيب لنا ولا بنت؟ ها؟ بنت؟ لا لا ولد، ويكون شبهي كده ونسميه احمد عشان ابقى وشرف ام احمد بحق وحقيقي. بتعيطي ليه؟ لا ابدا انا فرحانه 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 وبس. امال انا نقول ايه؟ ده انا هنطير من الفرح. ده انا هنتهبل. ايوه يا جدعان. توقعت ولا الهوا رمان؟ يا اخويا فضها طيره بقى ويلا بينا ناموا. ناموا هو انا هيجيني ريحه النوم؟ ليه يا اخويا؟ ايه اللي قلق منامك؟ ابو احمد واللي جرى لابو احمد. اصلي مشغول عليه قوي. ست منعه خطوه عزيزه خير. اني وقعت بعرضك يا استاذ. انجدني. اتفضلي. مساء الخير يا عزيزة. سعد مساك يا ست مقنعة. اتفضلي ارتاحي. كوبايتين شاي يا عزيزة. هاني سداد برقبتي. نورني يا اخويا. قول لي هنعملوا ايه في النصيبة اللي طبت على دماغنا دي؟ وغنوتك عندي. انا كان تو نازل لك دلوقتي عشان نتكلموا في الموضوع ده. احكي لي الحكاية من طقطق لسلام عليكم. هقول لك ايه بس. نعيمة وسوس لها الشيطان. وضحك عليها راجل ابن حرام. معلش اللي وقع يتصلح. الولد ده لازم يكتب كتابه عليها قبل الحكايه ما تكبر وابو احمد يشم الخبر. مهاني جايلك علشان كده. النبي يا استاذ تروح للجدع ده وتسترجاه انه يكتب عليها. نسترجوه؟ ده احنا نغمروه امر. طب وغلاوتك عندي؟ لو طلعت من بقه كلمه لا الا نسيح لك دمه. ده شرف ابو احمد شرفي وعرض نعيمه عرضي. روح انت نامي وارتاحي وسيبيني انا اشتغل.
النبي ما يحرمني منك يا استجاد يا ابن حواء وادم. الا يستر عرضك ولا يفتح لك وليا ويجعلك سد ورزق يا رب. امين امين. فوتك بعافية يا ابو. الله يعافيك. ضريتك يا ابو احمد ما كل شيء. يا خساره. ايه؟ صعبان عليا قوي. ليه؟ شبابك. ماله شبابي؟ هيروح هدر. لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي بس فهمني؟ ودي عايزه مفهوميه. نعيمه حامل والموضوع كل مدى وبيكبر 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 والفضيحة لها ريحة واهلها مش هيسكتوا عليك هينسفوك نسف. يا خبر اسود. طب ده عليها اخ. ايه؟ ايوه قضى تلتين عمره في اللومان. يا ساتر. طب روح كراكون كرموز تلاقي صورته متعلقة هناك ولا امها امها. مالها؟ تتنشر صورتها في الجرايد والكتب تحتها احترس من هذه السيدة. طب اذا كانت المسألة كده أنا مستعد أصلح غلطتي. لا 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 وده اسمه كلام. اتقل أمال كل عقدة ولا حلال. إزاي؟ أنا أصلا أول ما شفتك حبك كده سبحان الله نزل في قلبي. صعبت عليا تروح أوانطة في الموضوع ده. أنت شاكر أوي كتر خيرك. لا العفو. أنا هنتصرف لك في الحكاية. سيب لنا الموضوع ده. أنا لازم نطلعك منها زي الشعرة من العجينة. هتعمل إيه؟ ما تسألنيش. سيبني نشتغل. طيب ممكن تقبل المبلغ البسيط ده؟ مش عيب. أنا بتاع فلوس. طب وسيد المرسل والعباس أنا بنخدموك لوجه الله. أنا كده نعمل الطيب ونرميه البحر. والله أنا مش عارف أشكرك إزاي. لا العفو. كله عند الله. في حاجة كمان عاوز أقول لك عليها. يا حبيبي اتبحبح وقول كل اللي في نفسك. أنا كنت اديت لنعيمة شوية صور وجوابات و... أهي دي وحشة في حقك قوي. أصل ده إثبات جامد عليك. طيب مش ممكن بمساعدتك برضه نحصل عليهم بأي طريقة؟ كله بثوابه. هنتحصلوا لك على الصور. يا سلام أنت ربنا بعتك نجدة ليا. العفو أني خدام. إنما أنا عايز ننصحك نصيحة. أيوه انصحني قول. أوعى تقابل نعيمة ولا تخليها تشوف وشك. اغطس وما تقبش إلا لما نقولوا لك إحنا. حاضر. نستأذن. مع السلامة. أنا مش عارف أشكرك إزاي. لا العفو ده حاجة بسيطة. والله مش عارف جمايلك دي لوحدي بديها فين. اثبت أنت وزي ما فهمتك. أوعى تقابل نعيمة. أبدا. بعدين كل حاجة تبوظ ولا ليش دعوة. حاضر. سلام عليكم. مع السلامة. بلف على كعب رجلي لغايه ما عطرت على العلوان. وبعدين؟ وبعدين ابن جه على شونه. يا لهوي. ما انا ابني غير خصم يوم ورحت ما لقيتوش. ما هي نعيمه كمان راحت له يا استجد ولا لقيتوش. راحت له؟ اه. راحت له عشان ايه؟ هي ما وراهاش رجاله؟ امال اني هنا بنعمل ايه؟ ده انا هناكله ني. كتر خيرك يا استجد.
يا رب ما يرمكش في ضيقه، يا رب يستر عرضك يا استجاد يا رب. احنا وانتي. طب وانا هنعمل ايه دلوقتي يا نين؟ في ايه يا ضنايا؟ بقى انتوا عمالين توضبوا علشان تخلصوا حكايه نعيمه وناسيني، ناسيني اني خليتوني كدبتوا على احمد وقلت له اني حامل. طب ودي فيها حاجه؟ زي ما قلت له انك حامل قولي له انك سقطتي. معقول؟ يا سلام، بقى بعد ما فرحت والفرحه مالت قلبه انكد عليه تاني؟ انا مش ممكن نقول له كده. حكمتك يا رب. طب وتحب نعمله ايه بقى يا رشيدة عيلتك؟ نعمله اللي نعمله، اهو ربنا موجود. ها؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ وده برضه وقته يا امينه. كهن يا اخويا كهن. لا بقى امينه مالهاش حق ابدا. وقال ايه بدها تسعد جوزها وتفرحه. كلام، واحنا برضه بناكله من الكلام ده. نستأذنهم. ما هو بدري يا ابو منير، والنبي تقعد اما تشرب القهوه. دايما عامل. يعني وراك ايه ما تقعد شويه؟ معلش ونمشي. طب اعمل معروف مش حوسيك بقى، انا متكل على الله وعليه. من عنايا الاثنين. كتر خيرك، ربنا يستر عرضك، ربنا ما يرميك في ضيقه ابدا. احنا وانت. مع السلامه. اهلا وسهلا. انا جايه نعمل العمليه يا دكتور. امتى؟ دلوقتي. مفيش حد معاكي؟ انا ماليش حد ولازم نعمله العمليه. اعمل معروف يا دكتور. امرك. ساعدني يا رب، ساعدني. شايف ايه؟ شايف الطبخة هتستوي علينا. ايوه على كلامك الحلو يا ريس. بس لازم نستنوا حبتين علشان الطبخة تتسبك. قلتلي لازم نمط في الحكاية لحد بطن نعيمة ما تكبر وتكبر وتكبر. أواني دلوقتي فهمت. يجي أبو أحمد العترة يروح قطع رقبة نعيمة. حلو. ياخدوه من الضل للنار. يستخلوا 25 سنة في الجنة ونعيمها. سلام على فصاحتك ونصاحتك يا ريس. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين تروق وتحلق وأنا الكوماندر. وأنا المساعد بتاعك. الأولاني وشرفك. يلا بينا. على فين؟ نروح لابو احمد نجاملوه. نجاملوه؟ نجاملوه في ايه؟ اصله عامل ختمه لاهل الله. برضك واجب. حساب عندك يا عربي. يلا بينا يا معلم. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوفاء القهار الوهاب الرزاق المتاع. عقبال ما نعلم بالسبوع بتاع النون. الله يحفظك. وهذا النون يا محمد. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. لو نقول لك اني فرحان لك قد ايه مش هتصدقني. وانا مين هيفرح لي قدك يا استجاد؟ تعرفك وحبيب ربنا يديم المعروف. ابو احمد. وزي امينه. ابو احمد لسه تعبانه برضه؟ الحمد لله احسن. ابو احمد. ابو احمد. حاضر. عن اذنك يا استجاد. اتفضل. تعجبني اصلا. امينه يا اخويا مش على بعضها، يظهر من فرحتها عايزه تروح المطبخ وتخدم على المشاكل. يا خير خليها تقعد. امال لازم تتكلم في السر وما تقومش منه ابدا. احنا ما صدقنا. انا يا اخويا مش قادره عليه. ادخل لها انت. خير. التصاوير اللي طلبتهم اهم. بس هما دول اللي هيجيبوا دماغ الارض. انت لسه ما رحتلوش. هيروح مني فين؟ ارتاحي انت وانفخي بطنك وسيبيني انا اشتغل. ربنا يخليك لنا ويقويك يا استاذ. تعيشي. خشي انت. ارتاحي انت. انا هنقول للنعيمه تحضر لهم الفتة. يا اختي شوف راحتك شويه. بقالك 3 سنين وانت هاريه نفسك في خدمتهم ولا حم ولا جميلة. ما تحضروا لنا العشاء يا أما الناس جاعوا. عينيا الاتنين يا أخويا. النبي يا استعدي زي أختي اعملي معروف. اوصلي لحد سعدية بنتي في المطبخ وقولي لها تحضر الفتة بقى علشان الناس يتعشوا. من عينيا يا ست مأنة. تسلم عينك. نعيمة هتفضلي حاطة إيدك على خدك لإمتى؟
يعني عايزه تزودي الهم همين؟ ما انتش عارفه اني عيانه وتعبانه وعندي ضغط. عارفه يا اما، ادي احنا مستنيين لما نشوف الاستاذ هيعمل ايه. عجيبه، قال يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. ما تسيبيني نروح له نشوف لترفه معاه. والنبي تنحطي وكفايه بقى، تروحي فين وتيجي منين؟ انا شايفه ان مفيش فيه راجل. قال على راي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربان. بلا نيله قصيحه. اللهم صل افضل الصلاه على سعد المخلوق وعبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى العبد الغافلون الفاتحه. قل لي يا عم ابراهيم، هو رمدي فوق؟ فوق يا ست هاني. انت متاكد؟ يعني ما اتنقلتش من هنا من الصبح، يعني مش مسافر؟ هو ده عمره بيسافر. طب ميرسي. ما عنديش اي فكره. انا مدي لك فكره، احنا غلطنا ولازم نطلع غلطتنا. اه صحيح. طب وعايزاني اعمل ايه؟ نتجوز. نتجوز؟ ايوه ايوه، بس انا دلوقتي ما عنديش استعداد. ايوه، انت فاكرني هنسكت لك؟ ده احنا نعمل لك فضيحه ونقلب لك التحتاني فؤامي. يا خبر اسود. امال فاكر ايه؟ ده انا عندي جوابات وصور اودي كل مان بمزيكا. نعيمه حبيبتي نعم عم، اقعدي روحي اقعدي استريحي حبيبتي اقعدي اقعدي. هي الحكايه حصلت اللومان وفي واحده تحب واحد تحبسه؟ انا ما اصدقش ابدا. وانا كمان ما اصدقش انك تعمل فيا كده. طبعا ما اقدرش ابدا انا اتخلى عنك يا حبيبتي، ابدا ابدا. انا مرتب نفسي وموضب روحي وعارف هتصرف ازاي. صحيح يا رمزي. صحيح يا روح رمزي. انا كمان عارفه انك ما تهونش عليك العشاء ومش ممكن ترميني وهتتصبر عليا. طبعا يا روحي طبعا طبعا طبعا. خدي خدي يا حبيبتي دول، خدي دول. ايه دول؟ دول يصلحوا المساله دلوقتي، عمليه صغيره وبعدين نرجع لبعض ونعيش في التبات والنبات يا روحي. يا خاين يا مجرم يا قليل الاصل. نعيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوه الله. بتعمل ايه هنا يا عزيزه؟ خبر ايه؟ خبر من اي البعيد عنك، جايبين نعيمه. يا استجاد، ما باليد حيله يا استجاد. انا مش موافق على اللي بتعملوه ده، ده حرام واكبر حرام. طب نعمله ايه بس؟ اذا كانت راحت للمحصر على عينه ما رضيش يتجوزها. ليه؟ لهو بكيفه؟ اني هنجيبه هنا وهنخليه يكتب عليها ورجله فوق رقبته. بس الوليه دي اللي مشوها، ونعيمه خلوها زي ما هي في حالتها دي، ده السلاح الوحيد اللي عندنا. يعني بلاش يا اخويا؟ طبعا بلاش، افرض ابو احمد طب دلوقتي. يا لهوي، دي كانت تبقى نايبه تقيله. مش بقول لك دلوقتي انت مش بتقولي الواد رمزي موجود؟ اه. يعني هنروح نجيبه ورجله فوق رقبته، بس انت ماشي الوليه دي. يلا توكلي على الله. انا عدى عليك الليله الساعه 7 عشان نجيبه لك الصور. ايه؟ حلاوه، مش عيب برضو يا راجل تفاهم من بقك. هاني بس بحبه نعمله الطيب. مع السلامة. حلوة قوي يا عبد. ايه هو اللي حلو؟ اللي بتعمله ده. وش عرفك اللي بنعمله ايه؟ صحيح انا ما اعرفش، انما لازم يكون حلو. فاضل كتير على خراب بيت صاحبك. فاضل على الحلو ده هنبقى نقول لك بعدين. ده من محاسن الصدف ان ابوه كان هناك. ايه؟ اما ابوه بقى حته راجل سكره ينحط على الجرح يطيب. اول ما عرف الحكايه اللي مش ممكن، ما دام ابني غلطان لازم يصلع غلطته، وراح ندهله. رمزي يا ولد تعالى هنا. قال وراح لف وقلمين وقال له لازم تتجوز البنت. قال له حاضر يا بابا.
يخليك ويعلي مراتبك يا ابو منير. تعيشي بس بقى نعيمه لازم تعدي عليه الليلادي الساعه 7 على ضروري. يا لهوي تروح له الساعه 7 ازاي؟ ده اخوها بيكون في البيت. يا ست اخوها هيكون معاي انا مرتبها، اصل الراجل الكبير مسافر الساعه 7:30 ولازم يعيد نظر على العروسه. طب وماله، ناخدها انا ونروح معاه. يا ست لا ما تبوظلناش الشغلانه، دول جماعه على فرانكا وما يحبوش حاجات زي دي. خليك انت هنا. طب اللي تؤمر بيه ماشي، بس انا خايفه ابو احمد ما يوافقش على الجوازه دي. ابو احمد سيبيها عليا انا، اني حنشربه الحكايه ظبط. ربنا يقدرك. اجرب في حياتك. انا بس بدي اعرف انت جايبني هنا ليه. صبرك بالله يا ابو احمد، قال لي خبر دلوقتي بفلوس، بعد 5 دقايق هيبقى ببلاش. خبر ايه ما تقول؟ هنريحوك. قول له يا ابو احمد، تعرفش حد ساكن في العماره دي؟ ابدا. لا حول الله. بقى ما تعرفش حد ساكن في الدور الساتت؟ شقه 66. ابدا. الدور الساتت شقه 66. اللهم اخذيك يا شطار. يبقى انت ما شفتش الجدع ده ابدا. ها؟ مين ده؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. يا راجل اتكلم ما تتعبنيش. صبرك بالله. دلوقتي المستخبي هيبان. مالك يا حبيبتي؟ مالك يا ضنايا؟ مالك يا حبيبتي؟ يا نينا ما غشتي كده؟ ما غشت. طب اقعدي. لازم اخرج. يا لهوي تخرجي تخرجي ازاي؟ انت عايزه تموتي في الشارع؟ والمحل بتحرقني. دي النصيبه؟ يعني يا ربي ما تحصلش النصيبه دي الا دلوقتي. اعمل ايه يا ربي بس؟ اعمل ايه؟ امين يكفيكي شر العيا يا بنتي، البسي انتي واختصي رجلك لحد رمزي، قولوا له انها تعبانه ما تقدرش تروح له النهارده. انا نروح لرمزي؟ طب وانا نعرفه منين؟ معلش يا اختي يستر عرضك علشان خاطري انا يا امينه. بس خاف لو ابو احمد يجي ما يلاقينيش. لا ما تخافيش، الاسطى جت عامل حسابه وابو احمد هيجي متاخر النهارده. اعملي معروف يا بنتي، ربنا ما يفضحك ابدا. اجري يا اختي البسي وانا هاخد لك العنوان منها واديه لك. اطمن حبيبتي. اعمل ايه بس يا اعمل انا مش هنقعد ولا دقيقه بعد كده. انت عارف امينه تعبانه وحامل ولازم نكون جنبها. ما صبرك بالله، ده اللي بنخدموه. انا دخت من البيره ولازم نروحه. كده امرك، ادفعوا الحساب ونقوم. تعامى خالي. خد يا اسطى. أمينة كان لازم نشيل الغمة من على عينيك وننوروك، بس اسمع ما نقولك، اوعى الشيطان يلعب بيك وتموتها. صحيح الشرف غالي، انما ما بلاش السكينة دي. بلاش يا ابو احمد بلاش. لا حول الله يا جدعان. اتفضلي اتفضلي. اهلا اهلا. اي خدمه؟ انا كنت جايه علشان نقول لك. ايه ده؟ مين؟ افتح افتح اقول لك. لا والنبي يا مصدق ده واحد. ايه؟ جوزي. جوزي جوزك. افتح جاي زي ما جوزك وراك. خليني لو هيقتلني هيقتلني. خبيني والنبي خبيني. افتح Thank you.
الباب ده. يا بصوت يالي انا خايفه لا يكون ابو احمد جرى له حاجه ولا يكون موت ربي. والله يا مينا غلط راكبك، تحشري نفسك ليه في موضوع زي ده؟ هم اللي شاروا عليا بكده، انا جمالي وماشي ورثهم السودا دي. دلوقتي جوزك يفكر في حاجات تانية. يا بصوت يالي يا بصوت يالي انا ورد وشي نازل من اهل العرب بعد كده. سين، المطوه دي بتاعتك ولا بتاعت مين؟ بتاعتك؟ ايوه. انت اللي ضربته؟ ايوه. ايه السبب؟ ما تتكلم، ضربته ليه؟ ضربته خلاص. ما تقول على السبب يا ابني، يمكن ده يخفف عنك. ما تتكلم، قول ضربته ليه؟ ما اعرفش، اهو ضربته خلاص. سين، هل لديك اقوال اخرى؟ لا. وقررنا حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. يا أستاذ التحقيق هياخد مجراه. متشكر. العفو. أستأذن. مع السلامة. مش عايز يتكلم، مش عايز يقول السبب، ولا عايز يقابل أي حد منهم، مع إن كل ده مش في مصلحته. طب وانا ما نقدرش نقابله، ما نقدرش نكلمه 5 دقايق بس. دبي ضناي. والله أنا عملت معاه المستحيل، مفيش فايدة. بس أمن الله، سليمة إن شاء الله، سليمة. يلا بينا. يلا عزيز. بالله معانا لأبو أحمد وأهل بيته لحد ما ربنا يفك سجنه. تعال اورني. ايوه يا اسطى. اديني حاجه لصاحبك وحبيبك ابو احمد. انت اللي دفعت حاجه يا اسطى؟ امال انا دافع جني. رقبتي لابو احمد يا اسطى. بقى ابو احمد في السجن وما نساعدوش اهل بيته، خد القرشين دول يا اسطى. لا حول الله، كل ده من تحت راس النسوان، الله يطاع النسوان وخلقه النسوان. الراجل راح حاضر يا ناس. لا حول الله. ما تقهرش يا مرزوق. وحياة شرفك ما نحتكم على قرش ابيض. يعني لو ربنا كان هداك وعملتني المساعد، مش كانت الحكاية بشبشة حبتين؟ واني هنعمل لك ايه؟ الإدارة ما وافقتش. أمال بس يعني وافقت تعمل لك أنت كوماندا؟ ولا إيه؟ واني ما نستاهلهاش ولا؟ ما قلناش حاجة. بس أنا ما كانش عاشمي كده. أصبر. يعني هنخليهم يوافقوا. نصبر نصبر لحد ابو احمد ما يخرج من السجن ويعرف كل حاجه ويخرب بيتنا. مين قال لك ان ابو احمد هيخرج من السجن؟ وانا بلعب؟ يعني هندبر له في مصيبه تخليه يقعد في السجن طول عمره. يا سلام على انسانيتك. طب لايمني بقى على حاجه علشان ثوابك يكبر. عناية. هم اللي هياخدوهم احسن منك. ادي ورقه بربع جنيه. هنعملوا ايه يا نينا؟ هنفضلوا قاعدين كده حاطين ايدينا على خدنا؟ نعملوا ايه يا بنتي؟ الامر صاحب الامر فين؟ انا هنروح لقاسم نجيب منه قرشين يفكوا دقيقة. سيبي قاسم في حاله، كفاية عليه مصاريف امينة. شوفي مين؟ ازيك يا نعيمة؟ الله يسلمك، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيكم؟ مبسوطين؟ نحمدوه. خد يا ستي. ايه ده؟ قرشين يساعدوا على الوقت. كتر خيرك يا ابو منير، احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. ما تقوليش الكلام ده. ابو احمد خيره عليا وافضاله ملهاش اخر. وزي أمينة مسكينة حالتها ما تصرش عدو ولا حبيب. ليه كفلة الشر؟ إذا كانت محتاجة لأي حاجة أني سداد. كتر خيرك، أمينة عند خالتها وهو قاسم بيقوم بالواجب. أنا اللي صعبان عليا المولود ده اللي حيتولد وأبوه في السجن. هي فضلها قد إيه وتولد؟ يجي 4 أشهر. لا حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عملت إيه يا أبو أحمد في دنياتك علشان يجرى لك ده كله؟
الله يجازي ولاد الحرام. أنا مش هنرتاح لما نقابل أبو أحمد ونحكي له على كل حاجة. أنا لازم أبرأ نفسي. وإحنا بإيدنا إيه نعمله إذا كان أبو أحمد مش عايز يقابل حد؟ ما رحنا له أكتر من 20 مرة ما رضيش يقابلنا. مفيش غير جاد، هو اللي بيروح له. لو كنت تقابل جاد يا ابني وتحكي له على الحكاية، كان يفهم أبو أحمد وينوره. نروح له يابا. يا راجل قول كلام غير ده، أنا مش مصدق. أهو ده اللي حصل. زي ما بنقول لك كده. بقى نعيمة هي السبب في اللي حصل ده كله؟ أيوه. لكن ربنا ما يرضاش بالظلم. أنا كمان ما كنتش مصدق. أمينة مش ممكن تعمل كده. بنت الأصول مش ممكن تعيب. أنا لازم نروح على أبو أحمد ونفهموه. ونفرحوه ونبشروه إن أمينة حامل. والله يبقى كتر خيرك يا استجاب. إيه أقل منها؟ أبو أحمد ده أخ وحبيب وإحنا لازم ننوروه. أهو ده برضه عشمنا فيك. أستأذن أنا بقى. بدري. معلش. خليك أما نتعشى. الله يخليك. طب يا سيدي أنست ونورت. السلام عليكم. مع السلامة. سلمني على أمينة. الله يسلمك. مع السلامة يا أخويا. اهدى يا غندور. ايه يا وزه؟ بقى ما كفيناش اللي جرى، رايح كمان تحشر نفسك تاني؟ ايه؟ وهو معقول نسيب ابو احمد على غماه؟ الواحد يعمل الطيب ويرميه البحر ولا ايه؟ طيب يا اخوي، ربنا يديك على قد نيتك. والله أمينة غلبانة وما تستحقش منك ده كله. ده برضه مراتك يا أبو أحمد. ما تسمح لي أخليها تيجي تزورك. لا، مش عايز أشوفها، مش عايز أشوف حد أبدا. طب والله العظيم مالكش حق. دي أمينة بتحبك. بتحبك قوي. هي لو ما كانتش بتحبك كانت تعمل كده. هي عارفة إن نفسك ومن عينك يكون لك عايل. يا قلاع على قدها. فكرت إنها تجيب لك عايل من أيوة طريق. واجب نعذروها برضه. أعذرها؟ ده انا حشم من دمها هقطعها حتت بس لما اطلع لها. حولي بالك يا استا امين. وياها بالنبي يا رب تنتحى بالسلامه بقى. اجمدي يا استا امين، اجمدي معايا. ساعديني يا بنتي ساعديني. يا رب يا رب. سبحان من يخلص روح من روح. شدي حيلك معايا يا استا امينة. معايا اهو. معايا يا بنتي. يلا يا بنتي يلا مال. شد حيلك يا امينة، شد حيلك يا اخي. غيرنا الله يا حبيبتي، غيرنا الله يا حبيبتي. معايا يا حبيبتي. هدي عنك يا دناي، ده انت هتقع من طولك يا حبيبتي. ازاي الحال يا نعيم؟ الحال مالي بعيد عنك. الولاده متعثره معاها والدايمة مهتزه معاكم. يا خبر اسود، طب ما نجيبوا لها حكيم. الحكيم هيعمل ايه دلوقتي بس؟ ربنا يستر معاها. بقى لو كان جوزها موجود مش كانت شدت حلقها شويه. مساء الخير يا ياسين. اهلا وسهلا بخير. والله انا جاي لك بطلب من الكراكون بخصوص امينه. كراكون؟ ليه؟ عايزينها علشان تيجي تستلم ورقه طلاقها. طلاقها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وفي الكراكون؟ طب دي بتولد وحالتها متعثره وما تقدرش. معلش، ربنا يرتاحها بالسلامه. خد امضي الورقه دي بالعلم، ولما تقوم تبقى تيجي تاخدها على مهلها. السلام عليكم. عليكم. نعيم، ما تجيبيش سيرة الحكاية دي دلوقتي الأمين. سيدي يا قاسم اللي حاجبها دي كانت النقل. أنا السبب في الخراب ده كله، ربنا ينجد عليك يا رمزي. نعيمة رايحة فين؟ أمي قتل، هي مقتولة، لازم أروح له أشوف له ترفة في
رددت لها في الخراب. نعيمة اللي شردت أهلها. نعيمة اللي رميت أخوها في السجن وتسببت في طلاق مراته. خش يا نعيمة. أنا ما كنتش أقصد أبداً إني أسيبك في كل ده. هتروح فين من ربنا؟ عندك حق في كل اللي بتقوليه. الله يجازيه جاد هو السبب. جاد؟ ذنبه إيه تشتمه؟ مش هو كان واسطة الخير بينك وبيننا؟ واسطة الخير؟ ده هو اللي خوفني منكم وفهمني إنكم ناس بلطجية. خوفك منا؟ أيوه. قال لي ابعد عن نعيمة، أوعى تتجوزها وإلا بعدين يقتلوك. جاد يعملوا فينا كده؟ أيوه جاد حصل منه كده. نعيمة خلينا في المهم دلوقتي. أنا غلطت في حقك وندمت وعاوز أصلح غلطتي. نعيمة تقبلي تتجوزيني؟ يا رب. سايقة عليك النبي تنتحى بالسلامة يا رب. مبروك أنا جبت ولد. ولد ولد يا بنت كريم يا رب. ألف حمد وشكر لك يا رب. ألف ألف مبروك يا أبو أحمد، اللي جابلك يخليه لك. ولدت. ولد وأيدوه على اسمك. معلش بقى يا أبو أحمد، المسامح كريم، ويا بخت من قدر وعفي. ونودي وشي فين بين الناس؟ أنا نقضي بقية عمري بالعار، ده أنا لما أكون حتشنق لازم أخلص من أمينة وابنها. يا أخي أنت حطولها فين؟ دي قاعدة عند قاسم. مطرح ما تكون، لازم أغسل عاري وأرفع راسي في وسط الناس. سمي والنبي يا خالتي على الولا، على ما ننزل نجيب اللبن اللي كتب عليه الحكيم، على الله نلاقيه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعوقيش بره والنبي يا امينه، احسن بتضايق لوحدي. من عينيا يا خالتي. بسم النبي حرصك وصينك. يغدي على جماله، يغدي على سماره، ينينوش عيني ماما، يسيبوها لي يا ستي. كفاره يا ابو احمد، كفاره يا اخويا. تعيش يا جاد. على فين العزم دلوقتي؟ هنروح مشوار صغير عليا دي لازم نوفيه. انا كنت بنقول بلاش نروح الحاره دلوقتي لما يخش الليل احسن. ليه يا جاد؟ انت اخ وحبيب يا ابو احمد، الناس لسانها ما بيرحمش وسيرتك بقت على كل لسان. انا هنعرف ازاي نقطع لسانتهم؟ انت راجل وسيد الرجاله يا ابو احمد. روح انت لشغلك يا جاد، كتر خير. مع السلامه يا ابو احمد. كفاره اخويا. يا سلام عليك يا أمينة وعلى تأخرك برا بالشكل ده. بس يا ستي بس. أوه يا حبيبة يا حبيبة. أي ماما جت يا نوح؟ أي ماما جت يا ستي؟ أبو أحمد ألف بركة يا أخويا. كفارة يا أبو أحمد، كفارة يا أخويا. اتفضل يا أخويا ادخل اتفضل. فين أمينة؟ انزل يا أخويا تجيب اللبن للولا. شوف ابنك يا أبو أحمد، شوف حلاوته ازاي. سمى على ابنك يا أبو أحمد. إن خالي إن ناطق أنت زي ما يكون حتة منك تمام. اتفضل استريح يا ابني، استريح قبل ما أعمل لك كوباية مغطى على ما تيجي أمينة. ألف مبروك يا أبو أحمد. يا رب تهدي النفوس يا رب. Thank you.
احمد، كفاره يا ابو احمد. ايه اللي انت شايله ده؟ ده اللي حط راسه في الوحل وقلب للعرش. ابن امينه قرني، انا قصدك في خدمه. رقبت يا ابو احمد، انا ما قدرتش اموته، خلصني منه. امرك. انا دلوقتي طالع بكبرني في الرغو، احدفولك في البحر. كتر خيرك يا ابو. الله ينفع عونك يا ابو احمد. قرني. ¡Suscríbete!
قريب يا رب.